السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المتابعين المشاهدين الأعزاء، قناتكم إبراهيم للعقارات مكناس. اليوم سنقترح عليكم عقارات المتوسطة التي تتواجد في منزل التي تكون نسبي وثلاثة نتاع طوابق، كل طابق فيه جوج نتاع الشقق. العقار نتاع اليوم عقار ممتاز، شقة بجوج نتاع الواجهات بجوج إطلالات بثمن جد مناسب وجد مغري. الشقة نتاع اليوم تتكون من ثلاثة نتاع الغرف، صالون، مطبخ بالبالكون وحمام. المساحة الإجمالية نتاع العقار نتاع اليوم 95 متر. الثمن الأول نتاع هاد الشقة 38 مليون، كما تنشوفو شقة اللي راح تتعاود بالنسبة للصباغة نتاعها، بالنسبة للسانيتير اللي تتعاود، وبالنسبة للألمنيوم اللي عاود يتصلح. العقار نتاع اليوم إطلالة مفتوحة، جوج نتاع الواجهات، ثمن جد مناسب بالنسبة للموقع. فاحنا تنتواجدو في حي كاميليا، كما لاحظنا ملي تندخلو مباشرة تلقاو هكا الصالون. صالون كما تنشوفو بمساحة كبيرة، الشكل نتاعو جاي كاري تقريبا 5 متر على 4 الأمتار. بالنسبة للناس اللي أول مرة يدخلوا القناة تاعنا ولا اللي شافوا الفيديوهات تاعنا، مرحبا بهم. الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناة يشاركوا وفعلوا الجرس باش يستفدوا من جميع العروض العقارية. دخلنا لقينا الصالون من بعد، وهنايا قبل منه تلقاو الغرفة اللي تسميوها الغرفة رقم واحد. تتبقى على حسب الاختيار، عندك إمكانية كبيرة أنك تزيد تهبط هذا السرجم هذا من تحت، تزيد تكبرو يمشي على الشكل نتاع حاد ميرفان ويرجع بحال الشكل نتاع صالون سيجن. لا تخليها غرفة ثالثة، تيبقى على حسب الاختيار نتاع كل واحد. نسبة الصباغة على الشقة كاملة تعودات بلاتينيا، كاملة بلاتينيا باللون الأبيض اللي عطا واحد الإنارة أكثر. كما تنشوفو الشقة راه مشعلينش فيها الإنارة. تلقاو هنا الغرفة رقم واحد، كما تلاحظو كان فيها شكل تاع بالكون. فبالنسبة للمقاول دخل هذا البالكون في وسط من الغرفة نتاع النوم اللي عطاها مساحة كبيرة وبنافذة كبيرة. العقار نتاع اليوم فهو عقار ممتاز كما ذكرت، خاصة الإطلالة والثمن المناسب. ثلاثة نتاع الغرف بجوج نتاع الواجهات على الثمن هذا، فالثمن جد مشجع، ما عندكش لا كل جميع النوافذ على الشارع. فسعدت اللي تكون من النصيب نتاع هاد الميزة هادي. كيما تنعرفو هاد الأثمنة هادي نتاع 38 36، حاليا راه مبقاتش تجيب السوق شقق نتاع ثلاثة نتاع الغرف، لأن العقار نتاع اليوم راه عقار جد ممتاز. كيما ذكرت راه مازال بعد الإصلاحات اللي يكونوا بالنسبة لهاد الشقة هادي، مازال بالنسبة للخشب غادي يتعاود هذا نتاع لي بلاكار، البيبان كيما شفناهم راه تحيدو غادي يتعاودو. فصراحة أنا ما قدرتش نزيد نصبر أسبوع واحد آخر على هاد الشقة هادي باش نقترحها عليكم، لأن الثمن أنا عجبني، الثمن جد مناسب وجد مشجع. شو على بالكون، تبارك الله، بالكون بمساحة كبيرة بجوج نتاع الواجهات، مطبخ كيما شفنا حتى هو تبارك الله مساحة كبيرة، بالإضافة أن فيه هاد الشكل هذا نتاع البلاكا، فوق منه خزنة. فممكن من بعد إن شاء الله نعاود نقومو بالتصوير نتاعها ملي تفينا، في حالة إلا ما تمش البيع نتاعها، لأن بانت ليا الشقة راه همزة عندها بلاكار واحد آخر هنايا على شكل نتاع دريسينغ في هاد الكولوار، وعندنا الغرفة نتاع الوالدين تاهي تبارك الله بمساحة كبيرة جاية شوكة بجوج نتاع النوافذ. عندنا
هذه النافذه عندها اطلاله مفتوحه، وهذه النافذه حتى هي عندها اطلاله مفتوحه، ولا غرفه مع شارع اللي هو عنده اطلاله بعيده. عندنا هنا الغرفه رقم 3 كما تنشوفوها، فيها البلاكار نتاعها كما ذكرت، راه مازال بالنسبه للنجاره على اللي تركب. شقق كما ذكرت اللي يدي تعاود في التهيئه نتاعهم، كاين عندنا جوج نتاع الشقق، كاين عندنا شقه اللي حنا تنتواجدوا فيها، هذه شقه تتواجد في الطابق الثاني بمساحه اجماليه كما ذكرت نتاع 95 متر بجوج نتاع الواجهات، بثمن جد مناسب وجد مغري 38 مليون ثمن مشجع. وعندنا شقه اللي تتواجد في الطابق الثالث بواجهه واحده تسبق بثمن نتاع 36 مليون. هذا عندنا الحمام كما شفنا، حمام تبارك الله بمساحه كبيره، بالاضافه ان عندك واحد الديبار واحد الخزنه مفتتحه على الغرق نتاع الحمام كامل. عندنا هنا واحد الفاسك فوالا، اذا شقه جد ممتازه لا من ناحيه لا نتاع التصميم نتاعها ولا الخدمه نتاعها، تبارك الله راه كامله كامله نقيه، خاصه ان الشقه كما شفنا راه تعاودت بالنسبه للصباغه نتاعها، لسانيتير نتاعها وكذلك هذه تعاود. فعرض ممتاز كما ذكرت لكم، ما قدرتش نزيد نصبر على هذه الشقه اسبوع واحد اخر باش نقترب عليكم. فوصلنا تقريبا لنهايه الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم، ما تنساوناش بالدعم باش نستمروا في مزيد من المقاطع نتاع الفيديو. دمتم في رعايه الله، كان معكم اخوكم ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.